أهلا بكم مشاهدينا إلى النشرة الاقتصادية. رئاسة مجلس الوزراء تنهي العمل بقرار السماح للصناعيين بنقل منشآتهم خارج المدن والمناطق الصناعية. والنفط يهبط ويتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ أيار الماضي على الأقل. أهلا بكم من جديد. أنهت رئاسة مجلس الوزراء العمل بالقرار القاضي بالسماح للصناعيين بنقل منشآتهم إلى خارج المدن والمناطق الصناعية وكافة التعليمات والصكوك الأخرى ذات الصلة. وشمل القرار تشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة وتقييم مدى كفاية المدن والمناطق الصناعية والحرفية الحالية لاستيعاب كافة المنشآت الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 واقتراح ما يلزم لمعالجة أوضاع المنشآت التي استفادت من أحكام القرار المذكور وتعديلاته. وفي مدينة تل سلحب بريف حماء الغربي افتتحت المؤسسة الاجتماعية العسكرية صالة بيع لها بهدف تأمين احتياجات المواطنين من مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية بأسعار منافسة ومخفضة. أكثر من 100 فرع للمؤسسة الاجتماعية العسكرية تتوزع على مختلف المحافظات السورية، أضيف إليها صالة بيع جديدة تم افتتاحها في مدينة تل سلحب بريف حماء تضم المواد الغذائية والاستهلاكية. نحن كمؤسسة اجتماعية عسكرية جزء لا يتجزأ من هذه القطاعات العامة، بل يقع علينا الجزء الأكبر كوننا نعتني بالقطاع المدني والعسكري. الأسعار فيها انخفاض لا يقل عن 20 إلى 25% عن الأسواق، وهذا الشيء اللي يعد هو زراعة تدخل إيجابي للحكومة والدولة في أسعار المنتجات. صالي تتضمن المواد الغذائية، منزلية، خردوات، منظفات، تلبي حاجيات القرى، 10 قرى مجاورة إلى مدينة سلحاب، بالإضافة إلى بعض الخدمات اللي موجودة مثلا مثل المواد الغذائية، الزيوت، السمون. أخذنا على عاتقنا أنه نكسر هذا الاحتكار، وكوننا بنكسر الاحتكار فبدك تأمن أنت المادة الأساسية للمواطن وبنفس الوقت يكون سعره مناسب. الصالة التي تم افتتاحها تخدم 120 ألف شخص في تل سلحب والقرى المجاورة كدير شميل ونهر البارد والعشارنة، حيث تضم مواد غذائية أساسية والعديد من منتجات شركات القطاع العام بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق. في ضمان بالأسعار أولا والجودة والصلاحي، نحن بثقافة مواطننا السوري أنه عنده ثقة بالقطاع العام، وهي أحد منشآت القطاع العام إن شاء الله راح تكون بادرة خير. اليوم هالمشروع الخدمي من المؤسسة الاجتماعية العسكرية اليوم للمجتمع في مدينة سلحب والقرى المجاورة، اليوم بسبب الغلاء التجار واستغلال الأزمة بالبلد، اليوم تدخل هذا راح يكون تدخل إيجابي للمواطنين، راح يراقوا الفرق بالنسبة للأسعار بين المؤسسات القطاع الدولي والقطاع التجاري الموجود بالأسواق. طبعا نحن سعيدين جدا ومرتاحين لوجود هيك مؤسسة فيها أسعار منافسة، وأيضا بهمنا كمان الجودة. هذا وتعتمد المؤسسة الاجتماعية العسكرية في تأمين موادها على القطاع العام بالتنسيق مع وزارة الصناعة لتسويق منتجات الوزارة من مواد غذائية، ومع القطاع الخاص بالتواصل المباشر مع المنشآت، وبالتالي إلغاء دور الوسيط ما يسهم بخفض الأسعار بفارق كبير عن السوق. تراجعت أسعار النفط متجهة لأكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أيار مايو على الأقل، إذ أثارت التوقعات بزيادة الإمدادات مخاوف المستثمرين، فيما من المرجح أن ترفع أوبك الإنتاج تماشيا مع انتعاش محتمل للطلب مع تعافي المزيد من الدول من الجائحة. هذا وانتهت المناقشات بشأن سياسة الإمداد لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين في إطار مجموعة أوبك بلس دون اتفاق هذا الشهر، بعد أن اعترضت الإمارات على تمديد سياسة الإنتاج إلى ما بعد أبريل نيسان عام 2022.
وتواصلت السعودية والإمارات لحل وسط هذا الأسبوع مما يمهد الطريق لأوبك بلاس لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يسمح بمزيد من الإمدادات في السوق. مشاهدينا، أخبار الاقتصاد انتهت وعودة إلى سالم. شكرا خالد، يعطيك العافية.